السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده معادنا مع حصة جديدة من حصص موديول فارماكولوجي اند انترنال ميديسن، والنهارده هنكمل بقية الروماتولوجي وهنتكلم على حاجة اسمها الدراج ثيرابي اوف كرونيك بين. الحقيقة يعني انت لما نفس الكلام برضو اللي قلناه في الحصة اللي فاتت، ان مفيش حاجة اسمها يعني في كتب الفارماكولوجي مفيش حاجة اسمها دراج ثيرابي اوف اكيوت بين، ومفيش حاجة اسمها دراج ثيرابي اوف كرونيك بين، هي كل مجموعة من الادوية بتاخد على حدة. فهي التقسيمه دي برضو انا لغايه دلوقتي مش عارف الهدف منها ايه يعني، ولكن قشطه يعني تمام فل، احنا هنشرح ماشي. الحقيقه هو شرح لك الكرونيك بين وقعد بقى قصه في الاول كده، الكلام الايتاليك اللي محطوط في الكتاب ده اللي هو مش عليك، اللي عمال يقول لك الكرونيك بين ده بين بيقعد اكتر من 3 شهور ومش عارف، وبيبقى بياند التيشو ريبير واي، عشان يقول لك ان في حاجه نوع من انواع البين اسمه نيوروباثيك بين، واحد من اخطر انواع البين، حقيقه رخم قوي 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 قوي، ألم في الأعصاب. حلو كده. طيب أشهر أمراض تعمل أو أشهر مشاكل تعمل نيوروباثيك بين، رقم واحد طبعا الديابيتك نيوروباثي، ودي من ضمن الكومبليكيشن أو لونج تيرم كومبليكيشن أوف ديابيتس، وليها بقى ثيوريز كتير. أشهرها طبعا السكر العالي اللي بقى له فترة طويلة ده نتيجة الديابيتس بيبدأ يلزق على البلاد فيسلز الصغيرة اللي بتغذي النيرفات، فبيؤدي إلى نيرف اسكيميا، وإن النيرف ده يبطل الإحساس مع الوقت، فتلاقي المريض يفقد إحساسه بأطرافه، قبليها بيحس بتنميل وألم وشكشكة وحاجات زي كده لغاية ما يفقد إحساسه بأطرافه خالص بإيديه ورجليه، ما يبقاش حاسس بيهم تماما، وده بقى اللي بيخلي بعد كده طبعا يتعور من غير ما يحس، والتعويره دي او الجرح ده يلتهب ويعمل بقى لغايه ما يخش في حاجه اسمها دايابيتك فوت والرجل تتبتر والمشاكل الكبيره دي. كمان من ضمن الحاجات اللي بتاثر على النيرفز اللي هي الكيموثيرابي، علاج الكيماوي بتاع الكانسر بيعمل بريفرال برضو نيوروباثي. الفانتوم ليمب بين اللي هو بعد ما بيحصل امبيوتيشن، بعد ما المريض مثلا بيعمل امبيوتيشن بيبتر طرف من اطرافه، بيفضل عن حاسس ان الطرف ده موجود، وبيفضل حاسس بالم شديد في حاجه مش موجوده، فكان فانتوم يعني الم تخيلي. برضه نتيجه ان النيرف بيبقى مكشوف في الاستامب بتاعه الجرح دي نفسها. بوست سيرجيكال نيوروباثيك بين، وبعد ما المريض اتفتح وهو بيتقفل، الدكتور مثلا بياخد غرزه راح شابط النيرف السنسوري معاه، او هو بيقطع بيفتح الجرح قطع سنسوري نيرف، بيبقى طبعا المريض بعديها حاسس بنيوروباثيك بين. المالتيبل سكلروزس وهو بتبقى اجزاء يعني باتشي اريا اوف ذا سي الناس بيحصل فيها سكلروزس او تكلس، يعني هو المرض مش معروف قوي سببه ايه، ولكن يعني بيقولوا ان في اماكن معينه من السي الناس بيحصل فيها حاجه شبه الكالسيفيكيشن كده في الحته دي بتبوظ، فلو اثر على حته مسؤوله عن السنسوري انرفيشن فالحته دي بتعمل مشاكل. البوست ستروك بين يعني حصل ستروك يعني جلطه في المخ بدات تعمل بين بعديها. بوست هيربيتك نيورولوجيا بعد ما بيحصل الهيربس زوستر، بعد ما بيروح بيفضل المريض بعديها فتره عنده احساس بالالم. والتراجيمنال نيورولوجيا وهو التهاب في الترايجيمينال نيرف اللي هو العصب الكرينيال نيرف نمره 5 اللي بيبقى واخد السنسيشن من الفيشيال اريا او من الفيس بالظبط كده، وبيبقى المريض بقى حاسس بايه، بان وشه كله بيحرقه، بتبقى مشاكل جامده جدا، وبيبقى دي الحاجات بيعمل اخر كده، دي الحاجات اللي احنا هنقعد نعالجها نيوروباثيك بين. طيب هاي الادويه يا عم اللي هنستخدمها؟ قال لك والله احنا هنستخدم ادويه مختلفة، مجموعة مختلفة من الأدوية. في طبعا أساسي النان ستيرويد الموجودة، والباراسيتامول موجود، والأوبيويد موجود، وحاجات بقى توبيكال مراهم وكريمات وحاجات أنتي إنفلاماتوري وكده، ولكن هو شرح لك الحصة ديت عشان يديك الأنتي كومبالزن دراج، أدوية علاج التشنجات. والأدوية علاج التشنجات إيه علاقتها بالكلام ده؟ ليها فيري إفكتيف رول في القصة بتاعتنا دي، في نيوروباثيك بين بالذات. طيب مش كرونيك بين يعني عامة، هو نيوروباثيك بين. ممكن كمان نستخدم الانتي ديبريسنت دراجز اللي احنا هنشرح بالتفصيل الممل في الشابتر بتاع الجيرياتريك، حصه كامله فيها الانتي ديبريسنت دراجز، ولكن احنا هنا هنجيب هنت صغير عليها قوي قوي قوي، فتعالى نبدا كده بالانتي كونفالجن دراج على طول. هي الكونفالجن سوري اهو الكونفالجن ليه بيحصل كونفالجن؟ الحقيقه يعني احنا بنتكلم في أدوية علاج الكونفالجن عشان نستخدمها في حاجة تانية غير الكونفالجن، اخد بالك انت من اللي بيحصل؟ هي مينلي الأدوية دي بنستخدمها عشان نعالج بيها الكونفالجن، تشنجات، الإبيليبسي، الصرع،
ولكن ليها استخدامات اخرى، بتستخدم في علاج النيوروباثيك بين، بتستخدم كمود ستابلايزر، بتستخدم في المايجرين، وهنقول الكلام ده بالتفصيل في اليوزز بعدين. ولكن ببساطه شديده كده، باختصار شديده، ما اعرفش احنا هناخد الكونفالجن والابيليبسي ولا لا، ولكن يعني في الشابتر ده في البطنه مش هناخدها، ما اعرفش هتتاخد بعد كده ولا لا، الله اعلم. ولكن يعني في الحبه اللي احنا في التسع اسابيع بتوعنا دولت، والست اسابيع او الاربع اسابيع اللي في الترم الجاي او في السنه الجايه، مفيش فيهم انتي كونفالجن. ولكن يعني الكونفالجن بمنتهى السهوله هي عباره عن بؤره في المخ، البؤره دي بقت بتطلع اكتيفيتي زياده عن اللزوم، الاكتيفيتي دي بقت بتوصل للموتور اريا في المخ، فالمريض بيبدا يتشنج. والتشنجات بقى دي انواع كتير، وفي فوكال وفي جنرالايزد وبارشال، والبارشال دي انواع والجنرالايزد دي انواع، قصه كبيره سعادتك الكونفالجن دي. فبمنتهى البساطه يعني احنا هنستخدم ادويه لعلاج الكونفالجن، ادويه مينلي قصتها كلها سي ان اس سبريسنت، هنوطي السي ان اس. ليه؟ لان هو الكونفالجن سببها اوفر اكتيفيتي في السي ان اس، فاحنا هنوطي السي ان اس. طيب في ادويه قديمه، ادويه قويه، فيري افكتيف، ولكن ليها فارماكو كاينتيك انتر اكشن جامد، يعني بتتدخل بتعمل مشاكل مع ادويه كتير زي ما هناخد كمان شويه. يعني الفارماكو كاينتيك بروفايل بتاعها مش حلو، مش احسن حاجه، ليها توكسيستي عاليه. فعشان كده احنا طلعنا ادويه جديده، الادويه الجديده ديت بقت هي واخده الابر هاند النهارده. الفارماكو كاينتيك بروفايل بتاعها تحفه، الاكتيفيتي بتاعتها الى حد ما معقوله، بتتاخد اكتر النهارده في الابيليبسي، وبتتاخد اكتر كمان في الحاجات التانيه. تمام. طيب مين هم الاسامي بقى؟ الفيرست جنريشن او الادويه القديمه او الكلاسيك او الكونفنشنال انتي ايبليبتيك دراج، كاربامازيبين، فينوتوين، فالبرويد، سي بي في او سي في بي زي ما انت عايز، كاربامازيبين، فينوتوين، فالبرويد. النيو ايجنتس الادويه الجديده بقى عندنا لاموتريجين، لاموني اللي غاروا مني، اخد بالك انت ازاي، توبيراميت، توبيراميت هنكتب جنبه مايجرين، ده بتاع المايجرين جامد جامد، جابابنتين خلاص، وبريجابالين. بريجابالين ده واحد مشهور جدا اسمه اللاريكا، والعيال بقى هنا في مصر بقت بتضربه، وفي الخليج بقوا بيضربوه، وفي مصر دخلوه جدول، وقصه كده كبيره هنقعد نتكلم عنها ان شاء الله. طيب لو احنا حبينا نتكلم على الفارماكوكينيتكس بتاعت كل الانتي ابليبتكس كده مره واحده، هنقول ايه؟ كل الادويه دي طبعا لازم تعدي بلاد برين باري، كلها ادويه سي ان اس سبريسنت، يبقى هتشتغل في المخ يعني اشتغل فين؟ يبقى لازم كلها تعدي بلاد برين باري، مش محتاجه فقاقه. طيب النقطه اللي بعد كده ايه؟ تعالى بس كده هاتني كده شويه عشان تبقوا انتوا شايفين الكلام كويس. تمام، بيقول حضرتك في منهم، في منهم من بعض الانتي ابليبتيك ادويه عندها هاي باوند، تبقى هايلي باوند تو بلازما بروتين للالبوم، زي مين؟ زي الفالبرويت والفينوتوين. الفالبرويت والفينوتوين دول اتنين من الادويه القديمه، ولما انت تبقى ماسك في البلازما بروتين بكميات كبيره، يعني الفري فورم بتاعتك قليله، ما هو الدواء بيبقى ماشي في الدم بصورتين، جزء باوند لازق على البلازما بروتين، وجزء فري ماشي لوحده. الجزء الفري هو اللي بيشتغل، والجزء الباوند ده مخزن، لما الفري يخلص الباوند يتحول لفري ويشتغل. لما بقول لحضرتك لما تبقى هايلي باوند تو بلازما بروتين خلاص، يبقى مشكلتك ايه؟ ان اي دواء ممكن يجي يوقعك من على البلازما بروتين ويحولك من باوند الى فري، فالاكتيفيتي بتاعتك تزيد وتعمل لنا دراج انتر اكشن. حلو، زي مين كده؟ الهايلي باوند، فالبرويت، وفينوتوين. فدول بيعملوا دراج انتر اكشن عن طريق حاجه اسمها ديس بليسمنت، اي حاجه تيجي توقعهم من على البلازما بروتين. اغلب ادويه الانتي ابيليبتيك سبيشالي الادويه القديمه ميتابولايز باي سيتوكروم بي 450 او سيتوكروم بي 450، فيبقوا عرضه برضو للدراج انتر اكشن، السيتوكروم انهبيشن والسيتوكروم اندكشن، ما عدا برضو اغلبها ادويه جديده اللي ما بيتكسروش بسيتوكروم، جابابنتين وبريجابالين والليفي تراي او ليفي تيراسيتام. ماشي كده الكلام. قال لك ان سام كيسز كمان الاكتيف ميتابولايت اوف ذيس دراج، هم نفسهم الادويه نفسها الميتابولايتس بتاعتها تقدر توقف او تشغل السيتوكروم. يا نهار اسود ومهبب، ده انت دواء غبي ومستمر في الغباء. ازاي يعني؟ يعني انا بتكسر بالسيتوكروم، حلو مش عيب، بس انا بنفسي باثر على السيتوكروم. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني دواء زي الكاربامازيبين والفينوتوين، الاثنين دول بيكسروا بالسيتوكروم، والاثنين بيعملوا اندكشن للانزيم اللي بيكسره، فتيجي بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة من استخدامك للكاربامازيبين تلاقي تأثيره بيقل. ليه؟ مع ان ما حصلش اي حاجة. لا، اصله بقى بيسرع تكسير نفسه عشان ده حمار.
على العكس بقى الفالبرويت يعمل لنفسه توكسيستي، الفالبرويت يوقف الانزيم اللي بيكسره. ده بقى برنس، ده لعيب، بقول لك انا ما حدش يكسرني، انا اعمل توكسيستي على طول. قال لك drugs that are mainly excreted طبعا unchanged in the urine، طبعا الادويه اللي من ضمنهم ما بيتكسروش وبيخرجوا على طول في الكني، فبيبقوا محتاجين طبعا دوز موديفيكيشن في رينال امبيرمنت زي جابابنتين والبريجابالين. الميكانيزم اوف اكشن، الادويه الانتي ابليبتيك بيشتغلوا مينلي باربعه ميكانيزمز، يا اما بيشتغلوا على النيورو ترانسميترز يا اما بيشتغلوا على الشانلز. نيورو ترانسميترز عندنا اتنين نيورو ترانسميتر، عندنا الجابا وعندنا الجلوتاميك اسيد او الجلوتاميت. الجابا ده انهبيتوري نيورو ترانسميتر، ده موجود في مخك اصلا عشان يعمل لك انهبيشن. طب انت بقى لما تدي دواء يعمل سي ان اس سبريشن، تدي دواء يعمل ايه؟ يقوي الجابا. الجلوتاميت ده نيورو ترانسميتر بيعمل سي ان اس اكسايتيشن، فانت لو عايز تدي دواء انتي ابيليبتيك تدي دواء يوقف الجلوتاميت. فعندنا الادويه اللي بتفاسيليتيت او بتساعد الجابا، فالبرويت حلو، شويه توبيراميت ماشي، فينوتوين ماشي، الجابا بنتين ماشي، بريجابالين، كل دول بيساعدوا الجابا. اه جابا بنتين وبريجابالين كله جابا حلو. ادويه بتقلل الجلوتاميت، فالبرويت بيقلل الاكشن بتاع الجلوتاميت بيعكسه، اللاموتريجين بيقلل الريليز بتاعه. هو حفظ دكتور الكلام ده؟ لا مش شرط، انت بس بتعرف لي العناوين اهم حاجه. ادويه بتقفل الصوديوم تشانل، فينوتوين، كاربامازيبين، فالبرويت، لاموتريجين، توبيراميت. ايه ده يا دكتور؟ ده تقريبا نفس اللفه دي نفس دول. اه ما هو في ادويه بيبقى عندها مالتيبل اكشن. واخر حاجه انها بتقفل حاجه اسمها تي تايب كالسيوم تشانل، زي دواء اسمه ايثوسوكسامايد، بس ده مش عليك الموديول ده يعني، مش عليك في الحبه دول، والفالبرويت. طيب احنا هنستخدم هذه الادويه في ايه؟ والله ادويه ليها خمس استخدامات. في الابيليبسي مش محتاجه يعني، وزي ما قلت لك الادويه النيو جينيريشن بدات هي تاخد الابر هاند النهارده عشان ليها بيتر سيفتي بروفايل ودراج انتراكشن اقل. بنستخدمها في الباي بولر ديزيز. يعني ايه باي بولر وايه علاقته بالرسمه اللي حضرتك رسمها لنا ديت؟ وش نصه بيضحك ونصه زعلان. باي بولر يعني ثنائي القطب، يعني مريض مش ثابت على حل. مريض يا دكتور مره موده يعلى قوي 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 ويبقى في حاجه اسمها المانيا، بعدين موده ينزل قوي 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 ويخش في ديبريشن، يعلى تاني يخش في مانيا، ينزل تاني يخش في ديبريشن، مش راسله على حل. تلاقيه في يوم قاعد مكتئب وقفل على نفسه وشاف نفسه حشره امعة خلاص، ومره تانية تلاقيه بدا يقلع هدومه ويطلع يجري في الشارع ومبسوط وسعيد وحاجه اخر انبساط. مأساة الباي بولر ديزيز ده. فبنحتاج ندي ادويه اسمها مود ستابلايزر، تثبت المود، تخليه في النص كده، لا بيطلع ولا ينزل. اخد بالك زي مين عندنا؟ ثلاثة، السي في ال، سي في ال، كاربامازيبين، فالبرويت، لاموتريجين. كاربامازيبين، فالبرويت، لاموتريجين. طب حلو، نخش بعد كده نيوروباثيك بين. دايابيتك بقى، مش دايابيتك، بوست تروماتيك او بوست او بوست امبيوتيشن، الفانتوم، الحاجات دي كلها احسن انتي ابيليبتيك فيها اللي بنبدا بيها البريجابالين والجابابنتين، تحفه تحفه. النهارده بيتاخدوا بكميات عبيطه من كتر ما الناس بدات بتاخدهم. بدا في الخليج يظهر حاجه غريبه قوي، ادمان البريجابالين، بياخدوا جرعات كبيره قوي منه، جرعات رهيبه، ادمان بقى، يبدا يعمل دراج ابيوز وتبقى مشكله كبيره جدا. الموضوع ده اتنقل في مصر خلال اخر 3 سنين وبدات بقى الحكومه تاخد بالها منه، وبالتالي راحوا عاملين ايه؟ راحوا مخليين البريجابالين جدول مخدرات، بيعمل ادمان. ممكن كمان نستخدمهم في تراجمنا النيورالجيا، زي ما قلت لك نفس المنظر ده كده، المريض بيبقى حاسس ان وشه بيولع خلاص. بالكاربامازيبين تحفه تحفه تحفه، الكاربامازيبين في تراجمنا النيورالجيا ده ب2 جنيه بص، ملوش المريض يبقى دايخ وعمال يلف السبع دخات، واللي يقول له عندك صداع، واللي يقول له عندك معرفش ايه، واللي يقول له مش عارف هات شيخ يقرا لك، واللي يقول لك نعمل لك نرقيك رؤيه شرعيه واعمل لك زار، وقصه بقى ما يعلم بال ربنا. في الاخر يجي الواحد دكتور كده بس فهمان شويه يقول له كده وصف لي الوجع، المريض يشاور كده بايديه كده يقول لك اهو خمسه صوابع كده، ده كده حضرتك الايه البرانشز بتاعت الترايجمنال نيرف. اه ده ترايجمنال نيورالجي، ده التهاب في العصب الخامس على طول. تمام، كاربامازيبين ب2 جنيه خلصت. حلو، ممكن كمان نستخدمه كبروفيلاكسيس اجينست المايجرين. احنا خدنا المايجرين السنه اللي فاتت، من ضمن الادويه اللي بنستخدمها في البروفيلاكسيس الفالبرويت والتوبيراميت. التوبيراميت ممتاز في الايه؟ في المايجرين بروفيلاكسيس، في الحالات يعني اللي ما ينفعش نعملها بروفيلاكسيس بالادويه العاديه زي البيتا بلوكر والكلام ده. طيب
الادفيرس افكت مهمه جدا جدا. انا مجمع لك كل ادفيرس افكت في الجدول ده، وعندك الكاربامازبين، فونوتوين، لاموتريجين، فالبرويت، جابابنتين، وبريجابالين. والادفيرس افكت من اول سين نيست بريشر، سكين راش، هيباتوتوكسيستي، الافكت على السيتوكروم، هيماتولوجيكال سايد افكت، تراتوجينيستي، انجيوديما، واذرز. تعال نبدا كده واحده واحده. كلهم بيعملوا سورت اوف سين نيست سبريشن، كله بيعمل سورت اوف سي ان اس بريشر على مختلف درجاتها بقى، على حسب الدوز وعلى حسب المريض والرينال فانكشن والليفر فانكشن والحاجات دي كلها. كوجنيتيف ديس فانكشن، ما بيبقاش مركز، سيديشن، يبقى عايز ينام، التاكسيا تبقى خطواته مترنحه. القصه دي بتزيد اكتر في الناس الالدر لان هم بيبقوا عرضه اكتر لاي دواء يعمل سي ان اس بريشر، يبقى هايلي اكتف فيهم ويعمل سبريشن زياده عن اللزوم ويعمل مشاكل جامده جدا جدا جدا. سكن راش كنوع من انواع الحساسيه بيحصل كتير جدا سبيشالي مع اللاموتريجين، كنوع من انواع الايديوسينكراتيك افكت او الادفيرس دراج رياكشن، الالرجيك دراج رياكشن اللي بيحصل. حلو. هيباتوتوكسيستي، الهيباتوتوكسيستي الهيباتوتوكسيستي اللي هو الليفر مع الدواء اللي بحرف الفي اللي هو الفالبرويد، هو ده اشهر دواء يعمل هيباتوتوكسيستي، وده نوع برضو من انواع الايديوسينكراتيك رياكشن. يعني ايه ايديوسينكراتيك رياكشن؟ يعني المريض بيعمل السايد افكت ده نتيجه مشكله فيه هو مش في الدواء، المشكله في المريض ده عنده جيناتيك ديفيشنسي في انزيم معين، فبالتالي الدواء ما بيعرفش يعمل الميتابوليزم بتاعته بالطريقه الصح، فتلاقيه بيعمل سايد افكت. ده الافكت على السيتوكروم بي 450، الادويه القديمه اللي احنا قلنا عليها فيها اتنين انديوسر واحد انهبيتور، الكاربامازيبين والفينيتون الاتنين انديوسر يعني يسرعوا السيتوكروم، بينما الفالبرويت ده سيتوكروم انهبيتور. هيماتولوجيكال على الدم، الكاربامازيبين بيعمل ايديوسينكرياتيك ابلاستيك انيميا، يعني برضو في بعض الناس النادره جدا مره واحده من اول جرعه هوب بومارو سبريشن بالسلامه، بينما الفينيتوين والفالبرويد بيعملوا فوليك اسيد ديفيشنسي، فلازم تبقى واخد بالك منهم ولازم تدي فوليك اسيد سبلمنت خاصه لو واحده حامل، عشان كل ادويه الانتي ابليبتيك مور اور ليس استراتوجينيك، ولكن التراتوجينيستي بتاعتهم ظاهره قوي 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 مع الفينيتوين والفالبرويد، عشان الادويه ديت بتعمل نيورال تيوب ديفكت، بتلاقي العيال مولوده في خرم في ظهرها كده خلاص بيعمل حاجه اسمها منينجيو سيل وانكفالو سيل، نتيجه ان الفوليك اسيد ديفيشنسي بتخلي المينينجيز ما تتكونش بطريقه مظبوطه. فلازم لو واحده حامل ومضطرين نديها انتي ابليبتيك دراج، ودي من اسوأ الظروف اللي ممكن تمر بدكتور. ليه؟ لان هي حامل، ولو اديت الدواء في ريسك لان يحصل كونجنتال انوميلي، ولو وقفت الدواء في ريسك ان يحصل كونفالجن يموتها ويموت الجنين، فبتبقى يعني عايش في مأساة. فبنقعد بقى ان احنا نتابعها، يعني بتبقى ده بيسموها بقى الحمل الخطر، بنتابعها فترات اقرب، بنديها فوليك اسيد، بندي اقل جرعات من الادويه الانتي ابيليبتيك بقدر الامكان وهكذا. انجيو اديما، الادويه الجديده البريكابالين والجابابنتين ممكن يعملوا انجيو اديما، وده نوع من انواع الحساسيه سبيشال لو اتحطوا مع دواء تاني اسمه ايس انهبيتورز، ودي هندرسه بالتفصيل في موديول النفرولوجي. الدواء ده انتي هايبرتنسيف، بيصلم في علاج الضغط، ولكن لا بيعمل حساسيه، بيعمل برضو انجيو اديما، فلو اتاخد مع البريجابلين الريسك في انجيو اديما بيزيد. شويه بقى حاجات زياده كده، يقول لك مثلا ان الفينيتوين بيعمل كوزموتيك سايد افكت، حاجات بقى بيعمل جنجيفال هايبربليزيا، تلاقي الجام كده تخنت، وبيعمل هيرسوتيزما، يطلع شعر في الوش وبتاع، والستات ما بيحبوش خالص. يعني الفالبرويت مثلا ده بيعمل ويت جين، بيتخن خلاص، بيخلي الشعر يقع ويطلع مكانه شعر كيرلي، غريب بقى كده بقى. فكان زمان يعني ايام ما كان في شفوي كده كان بتبقى فيه تريكه جامده جدا، يجي لك الدكتور مثلا يلاقي مثلا حد من الطلبه شعره كيرلي كده، يقول له بقول لي ايه الدواء اللي بيوقع الشعر ويخليه كيرلي بالمنظر ده. وسايد افكت بتاع البريجابالين سبيشالي ان هو عنده بوتنشال اوف دراج ابيوز. الجدول ده مهم جدا 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 وموجود تحت في الديسكربشن، بقى بص عليه في البي دي اف. نخش بقى على البريكوشن والدراج انتر اكشن، يلا بينا. بيقول لك رقم واحد، ادويه الكونفالجن او ادويه الانتي سيجرز دي شبه ادويه المخدرات، يعني لما تيجي توقفها لازم توقفها جرادول، توقفها مره واحده هوب. لو المريض كان بياخدها عشان عنده نيوروباثيك بين، النيوروباثيك بين هيرجع اسوا من الاول، ولو بياخدها عشان عنده كونفالجن، لو وقفها مره واحده الكونفالجن ترجع اسوا من الاول. حلو قوي هذا الكلام. فعشان كده بقول لك الادفيرس افكت بروفايل مي بي مور سيفير ان الدرلي، فلازم تاخد بالك من القصه دي واحنا نبهنا عليها اكتر من مره. طب اعمل ايه معاهم؟ قال لك ستارت لو اند جو سلو. اه يعني ابدا بجرعه بسيطه وزود حبه حبه تاتا تاتا، مش مستعجلين على حاجه. طب حلو. السايد افكت اللي بعد كده او البريكوشن اللي بعد كده ان الكاربامازيبين والفينيتوين
اللي هم ايه، اللي هم سيتوكروم انديوسر، بيقللوا الكونسنتريشن بتاع الاذر دراجز. يعني ايه؟ الادويه دي بتسرع السيتوكروم، واحنا قلنا ان اغلب ادويه الانتي ابيليبسي بتتكسر بالسيتوكروم، فلو انت سرعت السيتوكروم يبقى ادويه الابيليبسي هتتكسر بسرعه، مش هتلحق تشتغل، سبيشال فالبرويت واللاموتريجين، فلازم تبقى انت واخد بالك من القصه دي. على العكس الفالبرويت نفسه بيوقف السيتوكروم، فبيزود الافكت بتاع الاذر انتي ابيليبتيك دراجز زي اللاموتريجين مثلا، فيعمل توكسيستي. فانت لازم لو هتدي، مضطر تدي لاموتريجين مع فالبرويت، ابدا بجرعات قليله جدا وعلي حاجه بسيطه. برضو نفس الكلام، ستارت لو اند جو سلو. كاربامازيبين وفينوتوين، الاثنين اللي قلت لك عليهم اغبياء ومستمرين في الغباء، بيسرعوا الميتابوليزم بتاعت نفسهم وبيسرعوا الميتابوليزم بتاعت ادويه تانية زي الوارفرين والسايكلوسبورين. فلو انت بتدي الادويه دي معاها لازم تبقى انت محتاج، تبقى عارف انت محتاج جرعات كبيره. واخر حاجه ان الهيباتيك انزيم انديوسينج ايجنت سوري، ان الادويه اللي بتعمل سيتوكروم اندكشن بتسرع الميتابوليزم بتاع الاستروجين والبروجستيرون، والاستروجين والبروجستيرون موجودين في الاورال كونتراسبتيف بيلز. فلو واحده بتاخد حبوب منع حمل واخدت ادويه زي الكارمامازيبين والفينيتوين، توقع ان منع الحمل هيفشل، ودي تبقى مشكله خطيره جدا جدا جدا. نخش بقى على المجموعة التانية من الأدوية، وهي مجموعة الأنتي ديبريسنت، علاج الديبريشن. وتعالى كده نشوف هما بيقولوا ليه بيجي لك ديبريشن. الحقيقة في نظريات كتير، ولكن أشهر نظرية بيقول لك مثلا لو ده نيرف، النيرف ده ممكن يكون مخزن مثلا على سبيل المثال سيروتونين اللي هو اسمه 5-HT، أو نور إبينفرين، أو الدوبامين. التلاتة دول مهمين أوي، تمام؟ السيروتونين ونور ابينفرين والدوبامين. قال لحضرتك اللي بيحصل كالاتي: نقص حد من التلاتة دولت او نقصهم التلاتة بيعمل لك ديبريشن، لان التلاتة دول بنسميهم the happy amines، the happy amines. فاحنا عشان نعالج الديبريشن بنحاول نزود لك يا اما واحد فيهم، يا اما اتنين فيهم، يا اما التلاتة، نعالج بيهم الديبريشن. طيب تعالى كده قول لي هما بيفرزوا ازاي وبيحصل فيهم ايه بعد ما يفرزوا، عشان نفكر مع بعض احنا هن ايه هن نصلح الدبريشن ده ازاي. بقول لحضرتك انت بيبقى فيه نيرف كده مخزن جواه فيزيكال، الفيزيكال دي فيها يا اما سيروتونين يا اما نور ابينفرين يا اما دوبامين. لما بتيجي الامبلس من فوق، الفيزيكال ديت بتلحم، بتطلع الريسبتورز، بتطلع الترانسميترز اللي جواها يشتغل. بعد ما الترانسميتر يشتغل بيحصل ايه؟ بيرجع يخش تاني من بامب. البامب دي بتعمل ري ابتيك. يعني ايه يا فندم؟ يعني النيورو ترانسميتر ده يخش جوه تاني للنرف عشان يتخزن. طيب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان احنا ندي الدواء الازرق ده اهو، اللي وقف ضرب البمب، ضرب عمليه الري ابتيك، خلى اللي يخرج ما يرجعش تاني، فيفضل شغال لفتره اطول، فبالتالي يعمل لنا افكت كويس. فاحنا عندنا مجموعتين من الادويه اللي عليكم هنا، يعني اللي نقدر نستخدمهم من علاج من انتي ديبريسنت في علاج النيوروباتيك بين. عندنا دواء او مجموعه اسمها الاس ان ار اي. يعني ايه؟ يعني سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتور. سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتور، بيمنعوا الري ابتيك بتاع السيروتونين والنور ابينفرين. مين هم دول يا دكتور؟ دواء اسمه دايلوكسيتين وفينلافاكسين. دايلوكسيتين وفينلافاكسين. بيقول لحضرتك ان الدايلوكسيتين بيبقى احسن في نيوروباثيك بين عن الفينلافاكسين. تعالى كده هاتني الناحيه الثانيه عشان تشوف الكلام كويس. خلاص، بيبقى تاخد بالك ان الدواء ده بيبقى ديليد اونست شويه، يعني عشان يديك اونست بتبقى عايز اسبوع لاسبوعين. في نيوروباثيك بين ان جنرال الاكشن ضعيف او الاكشن بطيء، خلاص، وان الفول اكشن بيظهر بعد شهر ونص وست اسابيع. بينما التي سي ايه اللي هو التراي سايكليك انتي ديبريسنت، دراي سايكليك انتي ديبريسنت، الحقيقه تراي سايكليك انتي ديبريسنت دي عيله قديمه جدا في علاج الديبريشن، والعيله دي نون سيلكتيف بامب انهيبيتور. يعني ايه؟ يعني بتمنع الري ابتيك بتاع السيروتونين والنور ابينفرين والدوبامين الثلاثه. العيله ديت في منها ادويه قديمه قوي، يعني اغلبها بطلنا نستخدمه. احنا طلعنا ادويه جديده نستخدمها في نيوروباثيك بين من العيله دي، دواء اسمه نور تريبتالين، لان كان زمان كان في تريبتالين بس، تريبتالين بس، طلعنا نور تريبتالين يبقى اخف شويه، لان الادويه دي ليها سايد افكتس كتيره، فطلعنا النور تريبتالين ده اخف شويه. طلعنا ديسيبرامين، كان في دواء زمان اسمه الاميبرامين، ده بطلناه في علاج النيوروباثيك بين، طلعنا الديسيبرامين، والديسيبرامين ده اخف منه شويه وعنده يعني مور تولرابل سايد افكت.
العيله دي مش ابروفد في علاج النيوروباثيك الديابيتيك نيوروباثي، هي ابروفد في النيوروباثيك بين التانية، ولكن احنا ممكن نستخدمها في النيوروباثيك في الديابيتيك نيفروباثي لما في الديابيتيك نيوروباثي لما بقيه الادويه تفشل، لما بقيه الادويه تفشل، وبرضه ممكن نستخدمها في البروفيلاكسيس اجينست الايه اجينست المايجرين. نخش على العيله اللي بعد كده وهي عائله النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، هنستخدمها في ايه؟ وانت بقى المفروض في روماتولوجي عارف العيله دي كويس قوي. حقيقه عيله المسكنات بقى اللي هو اللي ايه والايه الديكلوفيناك والبروفين او الايبوبروفين والحاجات دي كلها عيله مهببه قوي، وانا يعني واحد من اكتر الناس اللي بتكره العيله ديت لان انا شفت منها رينال فيلير كتير كتير. فالحقيقه انت المفروض العيله ديت احنا بناخدها عشان الاكيوت بين، هي ملهاش اي 30 لازمه في الكرونيك، هنفضل نمشي مسكنات طول الحياه يا فندم؟ دي بتماسك، دي بتغطي الاعراض بس، المرض شغال جوه، المرض شغال جوه، انت ما بتعملش حاجه. طب حلو، يبقى انا ماليش مالوش رول هو في الايه في النيوروباثيك بين. حلو قوي، قال لحياتك. وخد بالك ان رقم في رقم اتنين اهوت ان الكرونيك يوز بتاع ديس دراجز بيؤدي الى سيريس سايد افكت زي البيبتيك السر والبريدنج والنفروباثي ورينال فيلير. حلو، ولكن احنا بنستخدمها يعني لغايه ما بقى. مش انت بتقول لي ان كل ادويه علاج النيوروباثيك بين عايزه وقت عشان تشتغل؟ طب من في الوقت ده يعني الاسبوعين دولت ندي ايه نون ستيرويد اللي يسيطر على اعراض المريض شويه، ماشي هنعدي فور ذا شورت ديوريشن الله يكرمك، عشان تيجي نمره 4 تقول لك ان الباراسيتامول بنستخدمه ان كومباينيشن مع التوبيكال ايجنت المراهم والكريمات تبقى سيفر اوبشن. يعني الباراسيتامول يعتبر زي ما قلنا هو واحد من امن الادويه بغض النظر عن موضوع الليفر نيكروز اللي بيحصل، ولكن الليفر نيكروز ده او الهيباتيك انجري اللي بيحصل في الاوفر دوزز، احنا مش هنوصل للمرحله ديت، فلازم تبقى واخد بالك من القصه ديت. قال لك لو النون ستيرويد مش جايبه تاثير كويس مع الباراسيتامول ممكن نفكر في واحد من عيله الاوبيويد. يلا بينا نبص على عيله الاوبيويد مع بعض هنعمل بيها ايه. يلا بينا. بيقول حضرتك رقم واحد قال لك نقول مع بعض كده، هو انت العيله دي مش افكتيف في علاج النيوروباتيك بين؟ هي الحقيقه افكتيف، هي الحقيقه افكتيف. طب ليه ما اديتهاش؟ اصل العيله دي بتعمل ادمان. العيله دي بتعمل ايه؟ ادمان. قال لك عشان الريسك اوف ادكشن خلاص ديسبايت ذير افكتيفنس ان هم هايلي افكتيف، احنا بنستخدمهمش كفيرست لاين ولا سكند لاين في الكرونيك بين. الكرونيك بين فيرست لاين انتي ابليبتيك، سكند لاين انتي ديبريسنت، ثيرد لاين او يعني بريدجنج ستيب النون ستيرويدال، واخر لاين بقى الايه الاوبيويد. حلو كده. طيب قال لحضرتك they are considered the first line امتى بقى؟ امتى؟ in treatment of acute exacerbation. يعني انا كان عندي نيوروباتيك بين وماشي على انتي ابيليبتيك والدنيا تمام وماشي حالي، مره واحده قمت عمال اصوت مش قادر، وجع، شكوكه شكوكه، نار، شكشكه، دبابيس كده، خد لك ابلت اوبيويد ماشي او شريطين اوبيويد او شريط اوبيويد يحسن الدنيا. طبعا الادويه الاي تيبيكال اللي احنا اخدناهم الحصه اللي قبل اللي فاتت اللي هم الترامادول والتابينتا دول، دولت يعني الى حد ما امن شويه من انك تدي دواء زي المورفين او زي البيتيدين، فبتبقى ليها افكت كويس وبتبقى ليها اكستندد ريليز يعني دوريشن طويله وفي نفس الوقت ليس سايد افكت، ولكن طبعا انت عارف الادويه دي ممنوعه في مصر او جدول يعني. قال لك the combination of these drugs لما بندي الادويه الاوبيويد مع الادويه الانتي ديبريسنت، تاخد بالك كويس قوي ان هم بيزودوا الريسك لحاجه اسمها سيروتونين سيندروم. والسيروتونين سيندروم معنى كده ان في كميه سيروتونين رهيبه جدا في الجسم، بيعمل سي ان اس اكسايتيشن عبيط، اجيتيشن، تلاقي المريض عمال يتعصب ويزعق ومش عارف ايه، كونفيوجن، المريض مدروخ ومش مركز، فيفر، مش فيفر بقى، بتبقى هايبر ثيرمي، درجه الحراره بتعلى جدا جدا جدا، وكونفالجنز وبتاع، وللاسف للاسف الفيتاليتي والمورتاليتي فيها عاليه جدا. رقم خمسة بيقول لحضرتك ان الاذر اوبيويدز بقى زي الاوكسيكودون والكودون والميتادون والحاجات اللي احنا قلناها ديت يعني بتبقى اقوى من الايه من الترامادول، فبنستخدمها فور شورت تيرم بيريود عشان المريض ما يدمنهاش. تعالى بقى نخش على التوبيكال ثيرابي بقى، الحاجات الايه المراهم والكريمات. قال لك التوبيكال ثيرابي از ريكومندد ان سام بيشنت لما يبقى عندهم لوكالايز بين. والله بص انا البوست هيربيتك بعد الهيربس زوستر ما مشى الحته اللي كان طالع فيها الهيربس زوستر الحزام ده بيبقى فيه نار وشكشكه ونيوروباتيك بين. قال لحياتك او بتديها كمان مش للناس اللي عندها لوكالايز بين بس، قال لك لو واحد مش قادر تديله اورال في كونترا انديكيشن ماشي، او بتديها ان كومباينيشن مع الاورال الاثنين مع بعض، بس ما تقوليش مثلا افتر فيلير اوف اورال ثيرابي تبقى حمار. ليه؟ لان طبعا الاورال اقوى بكتير جدا من الادويه التوبيكال.
طب حلو. قال لك التوبيكال ثيرابي بروديوس ريلاتيفلي فيو سيستميك سايد افكت، يعني ابارت فروم التوبيكال نان ستيرويد ممكن يعملوا حساسيه وكده، لكن ادويه التوبيكال الثانيه بتبقى بسيطه وخفيفه وبتاع. نخش على اول واحد فيهم الكابساسين. الكابساسين ده يا دكتور بيعمل ايه بقى؟ ركز معايا الله يخليك في الجزء ده عشان نقول كلام مهم. الكابساسين يا دكتور ده بيبايند للنوسي سيبتور. ايه النوسي سيبتور دي؟ دي سنسوري او دي الريسبتورز بتاعت البين سنسيشن، دي لما تشتغل تحسسك بالبين. حلو، يبقى الكابساسين هيمسك فيها ويقفلها صح كده؟ لا ركز بقى، بيقول لك الكابساسين ده يا دكتور بيمسك في النوسي سيبتور وبيشغلها. يا نهار اسوخ، طب لما يشغلها ما انا هحس بالم. ما هو ده المطلوب، لما بيشغلها بيطلع مواد اسمها سابستنس بي تخليك تحس بالالم، شويه تنميل، احساس غريب، احساس ان في حاجه سخنه، احساس ان في حاجه ساقعه، حاجات زي كده. قال لك لما بتستخدم بقى البرزيستنت يوز بتاع الدواء ده او بتاعه الماده دي بيعمل ايه؟ بيخلص السبستنس بي، ولما يخلص السبستنس بي بيعمل حاجه اسمها ريفرسيبل نيرف ديجنريشن، بيخلي النيرف الى حد ما ما يشتغلش، بس لما تبطل الدواء يرجع تاني يشتغل زي الفل، واخد بالك؟ ريفرسيبل. يبقى انت لعبتك كلها على البرزيستنت او الريجولار كونسيستنت يوز، الاستخدام المستمر المنتظم صح. الكابساسين في منه ترانس دورمال باتش، لزقات بتلزق كده في الاماكن اللي فيها مشاكل، دي بتبقى حلوه جدا في الدايبيتك نيوروباثي والبوست هيربيتك. حلو، ده موست كومن ادفيرس افكت في ابلكيشن ايه؟ ان هو المريض يحس بشويه الم في بدايه استخدامه لهذا الايه، لهذا الدواء. اللايدوكاين او اللايدوكين احنا اخدناه مع بعض، ده واحد من اللوكال انالجيزكس اللي احنا ممكن نستخدمها، بيشتغل عن طريق انه بيقفل الصوديوم شانل، كلام بقى العبيط ده اللي احنا عارفينه. ممكن طبعا في مراهم وكريمات ولزقات بتبقى طبعا بتحسن الاحساس بالبين، بيبقى حلو جدا في البوست، وفي منه كمان سبريز وحاجات زي كده. الدواء ده بيبقى حلو في البوست هيربيتك نيورالجيا، بيبقى طبعا محطوط على بس لازم تحطه على الانتكت سكن، ما ينفعش تحطه على جلد متعور لانه هيمتص بسرعه جدا ويخش الدم وممكن يعمل كاردياك توكسيستي. النقطة اللي بعد كده يعني الجنرال ايديا بقى احنا هنعالج ازاي، بيقول لحضرتك رقم واحد طبعا زي ما قلنا البريجابالين، ده واحد من الانتي بليبتيك، او الدايلوكسيتين ده الان ده الاس ان ار اي، شود بي كونسيدرد از انيشال ثيرابي في الناس اللي عندها سيمتوماتيك نيوروباثيك بين في الديابيتس. جابابنتين طبعا ممكن نخش فيه ولكنه يعني may be used as initial approach، ما هو مش approved by FDA ولكن الناس كلها بتكتبه. يعني الحقيقة البريجابالين سوري الجابابنتين من الأدوية الهايلي إفكتيف الجابابنتين، ولكن هو بيحتاج جرعات أكبر شوية من البريجابالين، فالبريجابالين بيبقى أخف منه وحتى في السايد إفكت أهدى شوية منه. The selection of agent choice طبعا is based on the pharmacokinetic، انت بقى بتبص تشوف الدراج انتر اكشن والكوموربيديتيز والكلام ده ومين بياخد بيعمل دراج انتر اكشن، قصص بقى طويله اللي احنا قلناها دي كلها. البولي توليريتد ادفيرس افكت اور انادكويت بين ريليف، ممكن تخليك تحتاج انك تزود الجرعه لو انت يعني المريض مش محتاج، يعني بدا يجي له سايد افكت هنقلل الجرعه، المريض لسه حاسس بالم هنزود الجرعه، ممكن نوقف الميديكيشن خالص ونرجع تاني نبدا من اول حاجه جديد من اول وجديد وهكذا. انا كده خلصت يعني حصة صغننة كده وسهلة وبسيطة، ويبقى كده فضلنا مع بعض في الروماتولوجي الديماردز اللي هم الدراج اللي ليهم انتي روماتيك اكشن. اتمنى انها كانت حصة بسيطة وصغننة كده وسهلة، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية. السلام عليكم.